أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن شاء الله على السريع نبدأ. مش رايحين نطول إن شاء الله، بس هو يعطيني إشارة اللي أوقف عنه إن شاء الله. المحاضرة السابقة إحنا وصلنا لعند قضية الإنشاء. قلنا الخبر والإنشاء. الخبر هو ما يحتمل التصديق والتكذيب. هذا الخبر. طبعا هي نقول بانه يبنى عليها احكام، ما فهمت مساله، فهم هذه المساله في المستقبل ان شاء الله لما نبدا في الاحكام سنفهم لماذا كانوا يقسمون الكلام الى خبر وانشاء. ما هو الانشاء؟ تفضل حجي. والانشاء ما لم يمكن ان يوصف بالصدق والكذب، ومنه الامر والنهي، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد يكون الكلام خبراً، خبر إنشاء باعتبارين، كصيغ العقود اللفظية، مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. الإنشاء بقول لك هو ما لا يحتمل لا صدق ولا كذب. شيء ما وقع. الإنشاء يعني شيء لم يحدث أساسا. فهل تستطيع أن تسمي شيء لم يحدث أساسا خبر؟ أنت ستنشئ شيء، ربما يكون خبر باعتبار أن تبلغ أن فلانا سينشئ شيء، لكن لا يمكن أن يكون في حد ذاته الإنشاء نفسه خبر. كيف ذلك؟ قال لك: من هو الأمر؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في حدا بيقدر يقول لنا هذا صدق او كذب؟ هذا واحد بيأمر، واحد بأن يأمر الناس، الله يأمر الناس بأن اعبدوا الله. هذا امر، هل فعل الناس ولا ما فعل؟ لو قلت عبد الناس الله، ها؟ شو بصير؟ خبر. لكن لما قال لك اعبدوا الله ليس فيه خبر، وانما هو انشاء لفعل يترتب على هذا الامر. الان لكن بقول لك هناك مسائل تعتبر خبر وإنشاء باعتباره. صيغ العقود اشترى فلان سيارة، الآن لو جاء في صيغة العقد قال لك: بعتك سيارتي هذه بثمن ومقداره كذا وكذا. الآن هل هذا في العقد خبر ولا إنشاء؟ هو إنشاء، هو في حقيقته إنشاء للعقد، لكن في صيغة العقد لما يقول بعتك أي أنه يخبره بقبوله بالمعنى، يعني هو خبر بالمعنى ولكنه باللفظ شماله إنشاء للمعاملة، إنشاء للمعاملة. الآن الذي بعدها مثاله قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا المثال أوضح مثال. الآن الكلام يحتمل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا قد يكون خبر إنه يا ناس ديروا بالكم المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات ممكن تكون مطلقات فلانة وفلانة وفلانة. لكن هل هذا لما قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يخبر أم يريد أن ينشئ مسألة، ينشئ حكم إذا طلقت النساء ساعتها عليهن، أي أمر عليهن أن يتربصن بأنفسهن. فأصله أنه إنشاء، لأن الطلاق ليس ما حدث، لكن إذا طلقت لما يحدث الحدث الخبر قلنا إما أن يكون ماضي وإما أن يكون حاضر موجود. لكن اللي مش موجود هل يمكن أن يكون خبر؟ لا، ما يمكن، لأنه غير موجود أساساً. الآن فهذا هو المثال. أكمل. فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل الأمر، فعل المأمور به، حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. هذا اللي شرحنا. نعم. واضح
من خلال السياق ببين انه كانه موجود لكن هو غير موجود اساسا. تفضل. وقد ياتي الكلام بصوره الخبر والمراد به الانشاء وبالعكس لفائده. بقول لك الكلام قد ياتي بصوره الخبر، قد ياتي الكلام بصوره الخبر وهو في حقيقه المراد به الانشاء مش مقصود الخبر، او بالعكس قد يقصد به او قد ياتي بصوره الانشاء وهو المقصود به الخبر. كيف؟ مثال. وقد ياتي الكلام بصوره الخبر والمراد به الانشاء وبالعكس لفائده. ومثال العكس قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي ونحن نحمل، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به. هنا آية في القرآن الذين كفروا يوسوسون للذين آمنوا اكفروا تعالوا معنا وانتم ما يهمكم من الموضوع، احنا نتحمل، احنا راح نتحمل خطاياكم. الصيغه التي جاء بها انشاء، اي اننا سنتحمل خطاياكم، سنتحمل خطاياكم، فهي انشاء لانها جاءت بصيغه الامر. لكن في الحقيقه هم شو بيعملوا؟ هم بيخبروا في حقيقة الأمر، هم يخبرون، لكن الخبر تبعهم جاء وكأنهم يريدون أن يقولوا إنه هذا الذي نتحدث به أمر ملزم لنا، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. هم متحملين خطاياهم ولا مش متحملين؟ متحملين طبعا. هم متحملين، تحمل فلان خطيئة فلان لأنه هو الذي قاده إلى ذلك. هذا الخبر، أن الكافر الذي دعا إلى ضلالة وإلى كفر فاتبعه الناس حامل خطيئة هؤلاء الناس الذين اتبعوه، فهو ظهر الأمر بأنه أمر، لكنه حقيقة الله عز وجل بلغنا أنهم بيحملوا الخطايا ولا لا؟ بيحملوها ولا لا؟ بيحملوها. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه بالأمس: ما من جريمة قتل ترتكب، ما من حادثة قتل إلا ولابن آدم الأول كفلون منها، لأنه أول من سن القتل. إذا ما هم مبلغين. اختصارا الآن للمسألة اللي قبل في الدرس الماضي، الإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، هذا هو الإنشاء. نشوف ما هي الأشياء التي نقول عنها إنشاء وليس الخبر. ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أي أمر أي نهي يعتبر ليس خبرا؟ لا تفعل أو افعل، صلي لا تصلي مثلا، كل هذه مالها؟ لا تكذب، خبر لا أمر، فهذه ليست خبرا وإنما هي إنشاء لفعل. والقسم نحو قوله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم. أيضا إذا أقسم الإنسان والله لأضربن فلان، خبر ولا إنشاء فعل؟ إنشاء فعل، فالقسم أيضا هو إنشاء وليس خبر. والنداء نحو قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. لو قلنا يا أيها الناس خبر؟ خبر ونداء، لأنه بنادي عليهم من أجل أن ينشئ شيء سيبلغ عنه. تفضل. وصيغة العقد نحو وهبت ونحو قبلت، وصيغة الفسخ نحو أكلت. صيغ العقود، وهذه سنأتي إليها بالتفصيل بعد قليل، الآن هي إيجاب وقبول. عندما يقول قبلت تحتمل المعنيين، تحتمل المعنيين، لكن هل العقد تم وليس ما تم؟ العقد يتم بعد أن يلفظ هذه الكلمة، فتصبح والله عقد فلان وفلان
عقدا او اشترى فلان من فلان كذا وكذا، بعد ما ايه؟ بعد ما قال قبلت، بعد ما اتفقوا الطرفين، لكن في لحظة فعلهما وقولهما يعتبر المسألة إنشاء للعقد الذي لم يتم بعد، فتسمى إنشاء بهذا المعنى. تفضل. والاستفهام نحو قوله هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ الاستفهام عندما تسأل عن شيء هل هو خبر؟ واحد بيسأل عن شيء هل نسمي خبر؟ هو بيسأل، فالاستفهام أيضا لا يعتبر خبرا. والترجي وهو في الممكن نحو قوله تعالى وعسى أن تكرهون شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الترجي ما يترجاه الإنسان، ليت الترجي والتمنى، نقول ترجي وتمني. الترجي عسى أن تكرهوا شيئا، عسى أن يحدث كذا وكذا، عسى أن تتغير الحال، هذا اسم ترجي، بصيغة الترجي، لأن في المسألة الممكنة نسميها ترجي، في المسألة الممكنة نسميها ترجي. عسى الله عز وجل أن يبعث إلينا من يقوم على الإنفاق على هذا المسجد، ممكنة ولا مش ممكنة؟ ممكنة. طيب في حالنا مش ممكنة، طيب هل هناك مسائل مش ممكنة فعلا؟ بالنسبة لنا لا نتحدث عن الله عز وجل، نحن نتحدث بأنفسنا. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، الخير موجود فيه لكن أنتم لا تعلمون، فرجوا الخير الذي فيه الآن الذي لا يمكن. مثل والتمني يكون في المستحيل نحو ليت الشباب يعود يوما يرجع الشباب، ممكن يرجع الشباب يوم القيامة، الشباب يردون يعني فأخبره بما فعل المشيب. التنبيه التنبيه ويكون بالعرض نحو ألا تنزل عندنا، أو بالتحضير نحو هلا تنزل عندنا، وهو أشد وأبلغ من العرض. واحد يقول واحد ألا تنزل عندنا، تفضل عندنا، تفضل عندنا، هذا بنسميه تنبيه عرض، بنسميه تنبيه، وهو قسمين عرض أو تحضير. أعرض عليك المسألة، أعرض عليك عرض أنك تيجي عندي، هذا ليس خبر وإنما إنشاء. أو تحضيض يعني أني أنا ألح عليك في الطلب، هل نزلت عندنا؟ جير عليك، عندنا العرب جير عليك وأكثر من مرة، هذا الإلحاء اللي نسميه التحضيض، فهذا كله إنشاء. صيغ العقود والحوية هذه المهمة، لأنه بعدين راح نتعامل معها في قضية الفقه. صيغ العقود ونحوها. قال الشيخ وقد يكون الكلام خبر وإنشاء باعتبارين كصيغ العقود. لما نقول قال الشيخ هنا إحنا نتحدث يا إخوة في الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأنه إحنا نتحدث عن كتاب الأصول من علم الأصول، أنا أشرح هذا الكتاب، كل هذا اللي بشوفه هو شرح للكتاب. فهذه نأتي الآن، سنأتي في المستقبل إلى كثير من جمل الشيخ ونتعرض لها بالشرح والتفسير. فهذا قال الشيخ يعني أنا هذه اللفظة من لفظ أو من لفظ الشيخ في الموضوع. قال وقد يكون الكلام خبر وإنشاء. الإنشاء قلنا هو الذي لا يخبر عنه، الذي لا يحتمل التصديق والتكذيب، والخبر هو يحتمل التصديق والتكذيب، فكيف يمكن أن يكون الكلام خبر وإنشاء في نفس الوقت؟ شيء يحتمل التصديق والتكذيب وشيء لا يحتمل التصديق والتكذيب، كيف؟ قال لك هذه لا تكون إلا وين؟ في صيغ العقود، في صيغ العقود، لأن صيغ العقود تأتي بصيغة الماضي، والماضي خبر، يعني أبيعك سيارتي هذه على أن تدفع لي 20,000 كرون. أبيعك متى؟ الآن. هذا إنشاء، إنشاء. طيب قال قبلت، قبلت وقبل الآن ولا قبل في الماضي؟ ما. لا وقبل لا قال قبل، لكن الصيغة تأتي بإيه؟ بصيغة إيه؟ بصيغة الماضي.
فعلى صيغة الماضي اللفظ لما تسمع هذا اللفظ قبلت قبل الرجل شراء سيارة بألفين شو بتعمل بتفهم منها؟ أنها إيه؟ خبر لكن هي عملية شو هي؟ هي إنشاء لسه ما تم المسألة ما دفع هي ما تمت صيغ البيع والإيجار والوقف والرهن والنكاح وغير ذلك فكل صيغ العقود لا تصلح أن نطلق عليها إنها خبر ولا أن نطلق عليها إنها إنشاء لأنها خبر وإنشاء باعتبارين فهي خبر باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد وإنشاء باعتبار ترتب العقد عليها هذا اللي شرحناه بناء على ما في نفسك وأنا قبلت وأنا قبلت العقد ما تم هو إنشاء ظاهره الإنشاء في لفظه الإنشاء وفي حقيقته إنشاء لكن بناء على النية الموجودة إنه خلص ولما قال قبلت يعني إنه سيدفع الثمن وكذا بنقول اشترى فلان سيارة فلان فصار إيه خبر باعتبار ما في نفسه في نيته وليس بلفظ العقد نفسه بصيغة العقد فضل وهذا الذي اختاره الشيخ هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ابن القيم وهو الراجح على خلاف قول الأصحاب وهو قول الأحناف أيضا هذا القول يا إخوة مختلف فيه اللي ذهب الشيخ ابن عثيمين مختلف فيه بين أهل العلم الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام وابن القيم غالبية الحنابلة على أنه أن صيغ العقود خبر وإنشاء لكن قسم منهم قال لك لا هي إنشاء ولا تعتبر من الخبر أبدا لا يقبلون أنك تقول عنها أنها خبر هي إنشاء خلاص ولا يبنى عليها مدام لسه ما تمت لا يبنى عليها شيء هي مجرد إنشاء وليس خبرا لا تحتمل التصديق ولا التكذيب لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية وبعض الحنابلة وعلماء بعض علماء الحنابلة ذهبوا إلى أنها خبر ما إنشاء وكذلك هو قول الأحناف قال المرداوي في التحبير 1712 قوله أو صيغة عقد وفسخ ونحوها إنشاء الصحيح من مذهبنا ومذهب أكثر العلماء إن صيغة العقود والفسوخ ونحوها إنشاء وهو الذي يقترن معناه بوجود لفظه نحوه هذا قول المرداوي الذي يدلل فيها على أقوال أن الحنابلة أكثرية الحنابلة كانوا على أن صيغ العقود شمالها إنشاء وليس خبر هذا الآن نحن نأخذ في هذا كدليل على التدليل على الموضوع أنه فعلا حتى الحنابلة نفسهم قالوا بأنه إنشاء وليس خبر الآن هو بيتحدث المرداوي اللي هو أحد علماء وفقهاء الحنابلة قال أكثر مذهب أكثر العلماء أن صيغة العقود والفسوخ ونحوها إنشاء ليس خبر لا تحتمل التصديق والتكذيب الآن نحوه بعت واشتريت واعتقت وطلقت وفسخت ونحوها مما يشابه ذلك مما تستحدث به الأحكام فهي إخبار في الأصل بلا شك ولكن لما استعملت في الشرع في معنى الإنشاء اختلف فيه هل هي باقية على أصلها من الأخبار أو نقلت الإخبار فأصحابنا والأكثر على الثاني والحنفية على الأول ودليل الأكثر أنه لو كان خبراً لكان إما عن ماضي أو حال أو مستقبل والأولان باطلان لئلا يلزم أن لا يقبل الطلاق ونحوه التعليق أن لا يقبل الطلاق ونحوه التعليق نعم لأنه يقتضي توقف شيء لم يوجد على ما لم يوجد والماضي والحال قد وجدا لكن قبوله التعليق إجماع
والمستقبل يلزم منه أن لا يقع به شيء، لأنه بمنزلة سأطلق والغرض خلافة إلى غير ذلك من أدلته. طلاسم خالص لا أنا الآن بدك تشوفنا سهلة. قال لك هنا، قال صيغ العقود مثل بعت، اشتريت، طلقت، فسخت ونحوها مما يشابه ذلك مما تستحدث به أحكام. أي لما بتقول بعت بصيغة العقد إنه لسه ما بعت، أنت بدك تبيع، بعتك سيارة، بعت ولا لسه ما بعت؟ أنت بتقول لواحد بعتك سيارة، هل معنى ذلك إنك بعته إياها؟ إلا بقبول الثاني بقبول. تيقبل ويدفع. أي نعم. تيقبل ويدفع. وضحت هذه الآية الفترة الأولى. إذا هي ليست خبرا لأنها لم تتم أصلا، ستحدث لسه بدها تتم دقيقة إنشاء. طيب قال لك فهي مما تستحدث به الأحكام، فهي أخبار في الأصل بلا شك، هي أخبار في الأصل بلا شك. إذا جينا على الكلمة باع فلان السيارة، بعت السيارة في أصلها هكذا، لما أقول لك بعت السيارة شو يعني؟ ماضي. يعني انه لا تخبر انه باع سيارته، خلص ما عنده سياره. لكن لما قالها للمشتري انا هذا جاي يشتري، بعتك السياره بهذا المبلغ، وما تمت المساله فهي انشاء بهذا المعنى. الان فاختلفوا هل هي باقيه على اصلها من الاخبار او نقلت لما في صيغه التبادل التجاري. قال لك اصحابنا والاكثر على الثاني، انها لسه هي انشاء وليست خبر، هي إنشاء وليست خبر. الأحناف قال لك لا، هي خبر، حتى لو قال هي خبر بناء على إيش؟ لأنه هذا الذي جاء يشتري بنية الشراء، والذي باع بنية إيش؟ لما تكلم بهذه اللفظة بنية إيش؟ إنه خلص بايع، فقال لك إخبار الأحناف ماشي. قال لك لا، هب لك، قالوا هي تحتمل المعنيين، والقسم الأكبر قال لك لا هي إنشاء حتى تتم المسألة. وضحت الصورة؟ الآن قال الدليل على هذا الكلام، دليل الأكثر إنه ما أنها إنشاء وليست خبر، قال لك لو كانت خبرا لكانت إما عن ماضي أو حاضر أو مستقبل. ها؟ يعني بنيت بيتا في الماضي، أخبر بعت سيارتي، خبر في الماضي. أو يبيع الرجل سيارته، بخبرك فلان ببيع سيارته فهو خبر، صح ولا لا؟ والله فلان عماله بيتكون في طوب وحديد وخلافه، سيبني فلان بيتا، خبر ولا مش خبر؟ خبر. فالخبر اما عن ماضي او حاضر او مستقبل. قال لك ماشي الحال، بس في العقود اذا قلت هذا الكلام أنت بتصطدم في مصيبة. ما هي المصيبة؟ إذا قلت أنه خبر فمعنى هذا وقوعه. طيب لو واحد قال لزوجته أنت طالق إذا خرجت من البيت، خبر ولا مش خبر؟ هو بس هو إنشاء بالحقيقة. إنشاء. أي نعم. هو إنشاء. هذا الرد على أنه ليس خبرا، هو إنشاء. الذي يقول هذا رد على الأحناف إنه قالوا إنه خبر، يقول وقفوا، ما في شيء بسموه التعليق. أيوة. في شيء بسموه التعليق. التعليق. فالتعليق بناء على هذا التعليق بطل يصير خبر، هو إنشاء. ما يسمى خبر إلا بعد ما إيه؟ يقع. بعد ما يقع. فهذا هو الرد عليهم. ومعنى قبولهم بقولهم أنه خبر معناته إذا لا يحتمل التعليق، وهذا كلام مرفوض. وضحت الصورة إن شاء الله؟ الكلام مفهوم أبو عزم. لم يوجد على ما لم يوجد. هو الطلاق، هل لما قال أنت طالق إذا خرجت من البيت، هل الطلاق موجود؟ لا. هل هي خرجت من البيت؟ هي لم تخرج من البيت ولم تطلق، هي لم تطلق ولم تخرج من البيت، إذا بنى غير موجود على ما هو معدوم اللي هو الخروج من البيت. وضحت؟ وقال الشيخ هنا
يعني الشيخ تقي الدين. هذا كلام المرداوي. هذا الصيغ إنشاء من حيث إنها هي التي أثبتت الحكم. أثبتت الحكم. وبها تم وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس. هذا اللي شرحنا قبل. هي إنشاء لأنها نسمى تم. وإخبار بالنية. إخبار عن نيته. والله فلان ينوي أن يبيع سيارته. هذا المعنى. قال ابن النجار. قال ابن النجار في شرح الكوكب بين القوسين 2303: ولو قال لرجعية طلقتك طلقت على الصحيح الذي عليه الأكثر لأنه إنشاء للطلاق. طبعا هذا الكلام ليس معناه أننا مع هذا الحكم عشان يفهم الموضوع. بلاش تبنوا عليه حكم. احنا هذا بس في الشرح لأقوال أهل الفقه في المسائل المترتبة على الألفاظ. يعني ابن النجار ماذا قال؟ قال لو أن إنسان قال لامرأة في العدة وهي في طلقة رجعية الآن لو أجا قال طلقتك، احنا نتحدث عن اللفظ مش عن النية. تحدث عن اللفظ وليس عن النية. الآن لما قال طلقتك هو أخبر ولا بنشئ؟ أخبر. ظاهر الكلام أنه أخبر. فقال لك ابن النجار شو قال لك؟ قال بما أنه أخبر بأنه ظاهر النص ظاهر اللفظ الإخبار إذا هي طالق. إحنا قلت لك المسألة للشرح التوضيح وليس أكثر، مش إنه إحنا متفقين معه على الحكم اللي قاله. إذن بظاهر اللفظ هو خبر عن أنه طلقها فهي طالق، لكن لما نيجي على النية إنشاء. لا، في النية هنا إنشاء وليس خبر، فهذا حكم آخر. تفضل. فعلى هذا لا يقبل قوله إنه أراد الإخبار. هذا قول ابن النجار، وهو المراد بقوله وفي وجه وأدعى ماضياً. نعم. إني متى قلت في وجهي كان المقدم خلافة فعلم منها أن الصحيح إنها تطلق. ولو قال أردت الإخبار وذهب بعضهم إلى أنها لا تطلق، وكأنه يعني أنه قصد الإخبار عن الطلاق الماضي. أنا هذا اللي شرحنا، إن هو ابن النجار قال لك أنها تطلق لأن صيغة الكلمة ماضي في وجه وإن دعا ماضيا، قال لك تطلق حتى لو قال أنا ما قصدت إخبارها، قال لك لا، الكلام صيغة الكلام تدل على أنه ماضي وأنه يخبرها خبرا فهي طالق. هذا الرأي الأول. فمتى قلت إني متى قلت في وجه كان المقدم خلافه، أي مقدم الكلام واضح وضوح الكلام إنه هذا فعل ماضي وهو إخبار، قال فعلم منها أن صحيح أنها تطلق. ولو قال أردت الإخبار وذهب بعضهم، هذا قال إنه أردت الإنشاء، إنه أنا بس أخبرتها إنها هي كانت في الماضي إن شاء الله بإذن تعالى، أنها كانت في الماضي طالق، وخبرها إنه أنا كنت مطلق وهي لسه في الرجعية وبدي أرجع، لأنها ما كان بلغها من الأساس إنه مطلقها وهي كانت في عدة وهي مش عارفة فجاء وبلغها قالها أنا طلقت القضية قال وقال بعضهم إلى أنها لا تطلق وكأنه بنى أنه القصد اللي تحدثنا عنه، لأنها هي نتحدث الآن أنها إخبار باللفظ، لكن في النية شو هي؟ إنشاء الشيء، إما إخبار أو إنشاء. فهو لسه ما هو كان مطلقها فأخبرها عن شيء تم مضى في الماضي، لكن لو هل أراد إنشاء الطلاق؟ الجواب لا. لما يقول طلقتك لم يرد إنشاء الطلاق من جديد، فلا يحمل على هذا، وهذا الذي نرى أنه أصح من الآخر. أعتقد أن خمسة البطارية تبقى. بارك الله فيك.
الخبر والمراد به الإنشاء والإنشاء المراد به الخبر. أحيانا ممكن يكون خبر مقصوده أن يخبر عن إنشاء، أنه في إنشاء، والعكس وأحيانا العكس. وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة. وهذا كلام شيخ العثيمين، أنه ممكن أن يأتي الخبر الكلام بصورة خبر لكن مقصوده هو الإنشاء أو العكس، وهذا لأنه في فائدة كثيرة تبع المسألة. ما هو؟ قال الشيخ في الأصل بين القوس، مثال الأول قول تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الخبر ها هنا في الآية المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة، إنه في عندنا نساء مطلقات وقاعدات مستدين، هذا ظاهر الخبر. لكن هل هذا الكلام هذا ظاهر النص، لكن هل المقصود فيه الخبر ولا المقصود فيه إنشاء الحكم إذا تم هذا الكلام؟ إنشاء الحكم، فهو خبر ومراده الإنشاء. فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد به الأمر، وفائدة ذلك وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع، أمر واقع، واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. ومثال العكس، ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ولنحمل خطاياكم، هاي العنكبوت. فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي ونحن نحمل، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزل المفروض الملزم به. هذا اللي شرحناه قبل قليل يا إخوة، بأنه لما قال الذين كفروا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا، أي أننا سنحمل خطاياهم، فهم يخبرون على أنهم سيحملون الخطية عنهم في حال أنهم اتبعوه، فهو خبر، هم يخبرون بخبر. فقال لك لكن جاء بصيغة الأمر، بصيغة الأمر قلنا لنحمل خطاياكم، هذا وكأنه إحنا نقول هل الأمر قلنا لا يفيد الإخبار، أنا بأمر في أمر أقول لنفسي ولنحمل خطاياهم، هل معناها أنه أنا بخبر ولا أنا بنشئ في أمر؟ أنا بنشئ، لكن هو حقيقة الأمر جاءت المسألة بصيغة الإنشاء، لكن في حقيقتها شو هي؟ هي خبر أنهم يحملون خطايا. مثال تطبيقي، مثال تطبيقي قال تعالى في سورة الواقعة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا لا يمسه إلا المطهرون. فقوله لا يمسه إلا المطهرون، هل هي خبر أم إنشاء؟ عندنا هنا آية هذه في أحكامها، نتحدث هذه المسألة يا أخوة عشان تعرف فيما بعد لما تبدأ المسألة الجد، إنه في أحكام أنت بتتحدث في أبسط المسائل في حياتك كمسلم. القرآن الكريم، أنا أريد أن أمس القرآن الكريم، ما هو حكمه؟ ما هو حكم مس القرآن لغير الذي على غير طهارة؟ إذا كان الجنب معروف محرم، طيب إذا كان على غير وضوء، هنا قال لا يمسه إلا المطهر، خبر ولا إنشاء؟ إنشاء. هنا المشكلة، جبت المثال التطبيقي هذا عشان نشوف هل هو خبر. إذا كان خبراً هذا خبر، معناته الآن سنأتي بالكمل خاص عشان تفهموا خلاص. أنا بدي أخليكم أنتم الآن تبدأوا تفكروا في الموضوع عشان تشوفوا أهمية الفهم لقواعد أصول الفقه في معرفة الأحكام. ولما يقول واحد شيخ برا يقول لك كذا، تقول لا وقف، لا أرجع للأصول عشان أتأكد كلامه صح ولا غلط. هاي الأهمية في زماننا هذا صارت مهمة، أن كل واحد يعرف هذه الأصول علشان في كثير مسائل عمالها تفتى فيها بغير ما أراد الله عز وجل. بداية اختلف العلماء في المراد هنا على قولين، الأول إنه القرآن
والثاني اللوح المحفوظ. اختلفوا العلماء قلت مثل ما اختلفت. ليه الخلاف؟ لأنه إذا كان خبرا من الله معنى هذا أنه لا يجوز لأحد من البشر إن لم يكن على طهارة إلا أن يمس القرآن، صح ولا لا؟ طيب هل القرآن، هل القرآن لا، إذا الله أخبر خبر الله يحتمل تكذيب وتصديق؟ لا 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 تكذيب فيه، ما في تكذيب، صح ولا لا؟ لا. تحدثنا في هذا من الدرس اللي قبل أن خبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ثبت، خبر الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن ثابت، لما خبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث قلنا لا يحتمل التكذيب إطلاقاً، الخبر يحتمل التصديق والتكذيب. فإذا كان الله قد أخبر خبراً هل يحتمل التكذيب؟ طيب لو أجا واحد قال والله ما هو هذيك اليوم في واحد سوري مسك المصحف، فإذا الخبر الله عز وجل شو احتمل هنا؟ إنه مش صحيح، لأنه فيها في ناس كفار مسّد القرآن. اختلفوا لذلك، اختلفوا في أنها إنشاء ولا خبر من هون، لأنه إذا كانت خبر معناته خلاص ممنوع، ولا واحد الله يخبرك لك لا يمسه إلا المطهرون، يعني ما فيش حدا بمس هذا القرآن إلا طاهر، وهذا كلام منعدم. فاختلفوا، تعال تشوف لو يوصلوا. فإن قلنا أنه القرآن فهل الآية خبر أم إنشاء؟ إذا كان القرآن خبر ولا إنشاء؟ على الكلام اللي قلته شو بيكون؟ لا بيكون إنشاء. إنشاء. خبر لا يحتمل التكذيب. هذا إنشاء. أه؟ فإن قلنا إنها خبر فيكون معناه أن الله يخبر أن القرآن لا يمسه إلا المطهرون، وهذا منتقد بأن القرآن يمسه الطاهر وغير الطاهر، فدل على أن الله عز وجل لم يعني بالمصحف المذكور في الآية هذا الذي بأيدي الناس، وإنما عنا كتاباً آخر وهو الذي في السماء. أي في المحفوظ، خمس دقائق ونكون خلصين قبل العصر إن شاء الله. كما أن المراد بالمطهرين في المطهرين مطهرين بالمطهرين لأنها بالباب نعم في الآية الملائكة لأنهم طهروا من الشرك والذنوب وليسوا بني آدم، لأن المطهر من طهره غيره. طهر من طهره غيره. طهر إيه كردي كردي بعد. ولو أريد بهم غيره، ولو أريد بهم بنوا آدم بنوا آدم لقيل المطهرون المتطهرون المتطهرون. طيب هذا التعليل الذين قالوا بأنها بأثبتوا بأنها إنشاء وليس خبر. خلينا على السريع نخلص في خمس دقائق. أجاب جمهور العلماء عن اعتراض القائلين بجواز مس المحدث المصحف، مس المحدث المصحف على أدلة التحريم بما يأتي. طيب أنا بدي رايحة في الآن عشان على السريع نخلص. أولا خلينا على السريع عشان نستعرض. الآن أراد أن يقول الذين اعترضوا على جواز مس المحدث للقرآن، في ناس قال لك لا اللي على غير وضوء ممكن أن يمس القرآن، فجمهور العلماء قالوا لا هذا كلامكم غير صحيح، الأصل إنه ممنوع لا يمسه إلا المطهرين، لأنها خبر خبر تضمن نهيا، النهي قلنا إنشاء، النهي إنشاء، لكن هنا أرادوا قال لك أن هذا القرآن الأصل في القرآن أنه لا يمسه إلا المطهرون، فهو خبر وإن كان جاء بصيغة النهي، لأن خبر الله عز وجل لا يكون خلافه، الله عز وجل أخبر عن المؤمنين، ولذلك المؤمنين ملتزمين بهذا القرآن، إذا آمنوا بأن هذا خبر بأنه هذا خبر عن الله ما وحكم من الله عز وجل على الناس. وقال لك إنه الدليل على هذا الكلام إنه هذه المسألة ورد كثير منها في الكتاب والسنة، في آيات أخرى وفي أحاديث، مثلاً قال لا تضار والدة بولدها، هل هو أمر ولا مش أمر؟ الأمر إنشاء ولا مش إنشاء؟ قال لك هو إنشاء وخبر في نفس الوقت، إنشاء وخبر، سواء المرأة على ذنتك ولا مش على ذنتك، هل تضرها بولدها؟ لا. إذن هو خبر للمسلمين كلهم وهو أمر في نفس الوقت، ماشي؟ فهم استدلوا بهذا الكلام من أجل إثبات أن هذا الحكم يتعلق بأنه هذا خبر وإنشاء في نفس الوقت، خبر
من ناحية الإلزام للمسلمين وإنشاء بصيغته. كذلك قالوا أن الضمير لا مسؤول المصلي إنما يعود على الكتاب الذي في السماء واللوح المحفوظ لا على المصحف الذي بأيدي الناس. فالجواب أن قوله سبحانه تأويل تنزيل من رب العالمين. قال لك إذا هنا لما قال تنزيل من رب العالمين شمل ما هو في السماء وما هو في الأرض. قولهم بأن المطهرين مراد بهم الملائكة وإنه الإنسان الناس يكونوا المتطهرين. هذا المتوضئ ماذا يقال عنه؟ طاهر. طاهر أو مطهر ومتطهر. كلها تأتي. ولو قلنا بأنهم ملائكة كما هو قول الجمهور والجمهور المفسرين فيمكن الاستدلال بالآية بقياس بني آدم على الملائكة. كما أن الملائكة لأنهم طهروا جاز لهم لمس المصحف، إذا الأناسي بني آدم أيضا مطلوب منهم أن يكونوا طاهرين ليمسوا المصحف. هنا هذا الآخر كتب وليس الغرض تعرض لمناقشة المسألة ولكن من أجل التوضيح. فإحنا نقف إلى هنا إن شاء الله، وفي الدرس القادم بإذن تعالى نتحدث في الحقيقة والمجاز في القرآن الكريم. هل هناك حقيقة ومجاز كما يقول البعض؟ والمسائل مهمة يا أخوة، بدأنا ندخل في المهم إن شاء الله، وإن شاء الله نكون تستفيدوا من هذه المسائل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك